ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم النهارده على برج الجدي، توقعات النص الثاني لشهر يوليو لعام 2022. برج الجدي النص الثاني بالنسبه لنا هو مهم جدا، مهم لعده نصائح، لان عندنا اي نعم في بعض الايجابيات اللي هتقابلنا، لكن في نصائح كتير احنا مطالبين بيها. من اهم النقاط الايجابيه الموجوده عندك هو المريخ، او تاثير كوكب المريخ الموجود ببرج الثور عندك ده بيجعلك اكثر تقدم ناحيه البدايات والتغيير والتجديد التطوير. هتبقى كتير عايز تعمل تغيير في امورك الحياتيه، بتكمل مسيره تجدد، بتحاول تجدد لون شعر، شكل، مظهر، بتحاول كتير تجدد عوامل حياتيه، بتحاول كتير ان انت تبني مستقبل اكتر، بتحاول كتير ان انت تعمل مشروع جديد او تدخل على اطار زواج او بدايه، متسرع كمان في العلاقات او ان انت تحول من علاقه خطوبه لعلاقه زواج. عندك كتير مساعي ايجابيه بتسعى اليها بكل المقاييس وبكل طاقتك، وعندك طاقه للبدايات وطاقه الى التغيير وطاقه الى التطوير جدا. فدي من اهم النقاط الايجابيه المتواجده خلال النص الثاني. لكن في عندنا بعض شويه الضغوط المتعلقه برضو بامور مهنيه وماليه. بمعنى خلونا نتكلم على الوضع المهني والمالي الاول، لان تاثير كوكب عطارد موجود ببرج الاسد من يوم 19، من نهار يوم 19، ده بيأثر عليه جدا جدا صراحه الامر ببعض الاختلافات المهنيه والتسرع اللي ممكن يجيبنا ورا، يعني خلينا نتراجع مش نتقدم، فلازم نكون حذرين يا برج الجدي جدا. طبعا اي صوت سامعينه عادي جدا، شارع رئيسي فهتسمعوا من الاصوات كتير من انواع العربيات يعني. المهم فبرج الجدي، عشان في ناس كتير تقول لي الصوت عندي مهما تقفل شبابيك، والله عندي عازل الصوت مهما، بس انا فاتحاهم عشان الجو حر. المهم برج الجدي، احنا نركز في الكلام اللي احنا بنقوله اكتر. برج الجدي، فانت بالنسبه لك عندك اجواء متعلقه بيه، تسرع في الشأن المهني، تسرع في مشروع، بس ده ممكن يخلينا نتراجع. طب ازاي ده؟ لامتى ده؟ لحد يوم، يعني يوم 18 انت تستغل الوضع للايجابيات، انك تتقدم، ان عندك علاقات وعروض حلوه جدا لحد يوم 18. من يوم 19 بيكون عندنا امور ضاغطه، بيكون عندنا بعض المشاكل اللي ممكن ندخل فيها، زي انك تدخل مشروع، تدخل شراكه مهنيه، ده ياثر كتير على عوامل سلبيه، ممكن تبقى مستغله، ممكن تعمل عامل غلط، زي مثلا لو انت شغلك ليه علاقه باطار حزبه او اوراق او امور قانونيه او قضائيه، ممكن تخطا خطا معين تتسرع فتقع، تحسب حسبة غلط فتقع، تعمل كلمة غلط تضيع، مش احيانا كلمة بتضيع البني ادم. فخلي بالكم كتير يا برج الجدي من الاشخاص او من الاخطاء اللي ممكن تخطئوا بيها فيها، او الاشخاص اللي ممكن يتلاعبوا ضدكم في الاطار المهني ويستغل ان انتم متسرعين. ارجو منكم ان انتم لو داخلين شراكه او منتظرين المساعده من حد او منتظرين خروج من ازمه، ما تتسرعوش وما تدوش الثقه في شخص ما، لان ده ممكن ياثر عليكم بعوامل سلبيه، لان ممكن يغلطكم او يوقعكم او يعرضكم لمساءله، فلازم نكون حذرين جدا يا برج الجدي. برج الجدي كمان الوضع المهني لازم اخلي بالي من الخلافات مع اصدقاء العمل، لان هيبقى في بعض الاختلافات مع اصدقاء العمل او اختلافات مع مديرين في الوضع المهني. يمكن يكون ليك مستحقات او ليك حقوق، ولكن في شخص ما عايز ان هو يضيع الحقوق دي، واحذروا اكتر لو انتوا في مجال عمل جديد او في شغل جديد او في مكان جديد، ده بيأثر كتير على ان يبقى الناس اللي حواليكم ايه، ويجي ياخد مكاننا ولا ايه، هو يجي يملى الحس عليه، فخلي بالكم لان فعليا في اشخاص مش هيبقوا حابين تواجدكم معاهم. فكونوا مهتمين جدا جدا بالدبلوماسيه، كونوا مهتمين جدا جدا بان انتوا تسيروا اموركم وتبتعدوا عن الاشخاص المستفزه في النطاق المهني ده، لاجل سلامه نفسكم وراسكم عامه. طيب ده اذا لازم نخلي بالنا من، زي ما قلت لكم نخلي بالنا من الاوراق والحسابات والامور القانونيه والقضائيه، اخلي بالي كمان من اصدقاء العمل، وان انا ما احطش نفسي في مشاكل مهنيه نتيجه التسرع، نتيجة ان انا عايزة احقق، عايزة اوصل، عايزة اجتهد، لازم اخلي بالي كويس قوي. وارجو من اي حد ناوي على اي تلاعب مهني او ورقي او قانوني او قضائي يخلي باله كويس قوي، الامر مش سالم من يوم 19.
اما بقى بالنسبه للوضع المالي، انت عندك عده تغيرات وتطوير، يمكن بتغير في منزلك، بتغير في لمنزل اخر، بتغير سياره، بتغير حاجه ليها علاقه بستايل ولبس، وي وي وي، كل ده بيكون ليه علاقه بضغط مالي. حاول على قد ما تقدر انك تعمل لنفسك خطه اوليه، يبقى في اولويات، اني انا مصاريفي، انا محتاج ايه الاول، ايه الاساسيات اللي انا محتاجها، ايه التغيير اللي لازم او مجبر ان انا اقوم بيه. حاولوا كتير تهتموا بهذا الشان جدا، لان هتقابلوا نوع من انواع الضغوط الماليه، وده هيأثر كتير، هتحسوا انه عبء عليكم. النقطه الثانيه، الحديث على كلام يخص ميراث او يخص ممتلكات هيبقى فيها نوعيه من المشاكل. حد من المتقاربين ليك يمكن يكون بيدور على انه يستلف منك مال، حاول على قد ما تقدر انك انت مش تدعي اللي هو يعني مش انهي او فكره لا مش هساعدك، خليك دبلوماسي في الرد، يعني عندك احتياجات تخليك او تجبرك ان انت ما تساعدش هذا الشخص. فاذا هيكون عندك ضغوط ماليه، في حد عايز ياخد منك مال، حد عايز يستلف منك مال، وده يبقى بيأثر عليك ويبقى عامل نفسي مش لطيف. حاول كتير حاول الرد بالدبلوماسيه يا برج الجدي اكتر. طيب بالنسبه لي ده الوضع المالي، ان هيبقى في نوعيه من الضغوط وخلافات ماليه مع الاهل. طيب بالنسبه لي الامر العاطفي او الوضع العاطفي، الوضع العاطفي بالنسبه لنا هو اللي هيكون رائع جدا، وهيبقى فيه تعزيز شراكات بشكل كتير قوي، في حب، في مشاعر، في كتير شخص بيحاول ان هو يقرب منك من الجنس الاخر، في كتير اشخاص يتحولوا علاقتهم من صداقه الى حب الى مشاعر جيده، عندك شخص يمكن يكون انت زي فكره فقدت الامل فيه، الى ان بيحصل ان انتوا تتقربوا لبعض اكتر، بيحصل ان احنا في رجوع. على فكره برج الجدي في نسبه رجوع قويه، بعد ما انت بتقول خلاص انا لازم انهي العلاقه دي، هتلاقي ان العلاقه بتتجدد، بس مع ابراج معينه، مع ابراج معينه، ابراج مائيه، ابراج ترابيه، برج الميزان الهوائي، عن برج الحمل الناري. هيبقى عندك تعزيز علاقات مع الابراج دي جدا، هيبقى في نسبه رجوع بشكل كتير قوي مع الابراج دي جدا. برج الجدي عندهم نسبه مواليد حلوه قوي قوي قوي، عندنا في تجديد في العلاقه العاطفيه، في تطوير، تطوير من علاقه فيها ضغوط الى تحسن، علاقه من خطوبه الى جواز لاتفاقات. على فكره ما اكثر الاتفاقات العاطفيه خلال الوقت ده المتعلقه بإيه؟ متعلقة بمصاريف، يعني رايح اتفق مع ابوها وقايمه وذهب ومؤخر ومش عارف ايه والجو ده، احنا عندنا في مصر كده، انا اكتشفت ان في بلاد عربيه ما عندهمش مؤخر ولا قايمه ولا الحاجات اللي ولا ده، مش يعني حاجات زي كده، يعني في طبعا دي بتبقى عرف اصلا، يعني عوامل خاصه بعرف شويه. فالمهم والله يا اخواتي الدنيا غليت، بس احنا عندنا في مصر لا نستغنى عن هذه الامور، ما تفهموش ليه، يمكن شكليات. المهم برج الجدي، فيبقى عندك اتفاقات ماليه متعلقه بزواج، او ان انتوا مخطوبين وداخلين على مرحله الزواج، فهوب يلا عفش، يلا مش عارفه ايه، توضيب للشقه، ايه توضيب للفرح، ايه احتياجات ايه، فكله في فلوس، يعني في جواز بس متعلق بفلوس، فاهميني؟ في امور عاطفيه متعلقه بماديات، فده هتلاقوه كتير جدا. ده من حيث الوضع العاطفي. انا مش عايزه اطول عليكم اكتر، طبعا احنا في التوقعات الاسبوعيه بنتكلم بصوره يعني تفصيليه اكتر، وبنحدد شكل الايام والايام الايجابيه والسلبيه. انا بتمنى كتير اني اكون فدتكم بنبذه مختصره عن النص الثاني لشهر يوليو. اشكركم كتير، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في قناه وتفعيل الجرس. سلام.